ده أم لا. وتم وضع هذه القواعد، وهذه القواعد موضوعة للحفاظ على حق المواطن. وقلت قبل كده في أكتر من لقاء، الكارت ده زي الختم بتاع زمان، زي البصمة بتاع زمان. ما كانش حد يسيب الختم عند أي فرد من أفراد أو أي جهة من جهات، أو ما حدش كان بيروح حد يرسم له على بياض. ترك البطاعة أكنك باصم على بياض. فنرجع لما أقفل في أطفيح وبشكيل والأليوبية والكلام ده وصدر البضاعات، كمية التضخمات وكمية الورق وكمية الطلبات، إن من فضلك طب دي آخر مرة، طب دي أول مرة، طب دي مش، طب وبعدين؟